السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم يا مهندسين؟ هنبدأ مع بعض إن شاء الله كورس فوتوشوب المعماري. أنا بس بدي أحب أوضح كام نقطة. أول حاجة في ديزاين، أول شيء بلاك أند فاضروني. تاني حاجة ودي المهمة، لو في صوت، لو في صوت يعني، أو حصل لها مشكلة في الفيديو، فيبقى الفيديو يبقى وان شوت عشان الوقت اقدر اصور كذا فيديو يعني. الفيديو ده صورته اكتر من 20 مره ده حقيقه، فانا عندي شويه عادات البيرفكت شويه، فممكن مش برضه على اي حاجه بالسهل يعني. فطبعا لقيت نفسي كده ايه، مش هنجز خالص، فانا حبيت ان انا ايه فيديو وان شوت، وان شاء الله يبقى مفيش فيه مشاكل باذن الله. نبدا بسم الله. خلينا برضه نتفق ان فوتوشوب يا جماعه من اسهل البرامج اللي هتقابلنا في مسيرتنا كمعماريين. الناس بس تاخد الموضوع ببساطة، بإبداعية شوية، ولازم تطبق على اللي أنا بقوله. ولما بقول لك أقف وأنا شغال وفكر، فأقف بجد وفكر، لأن الموضوع فعلا مستاهل يعني. تمام. نبدأ. أول ما أنا بفتح الفوتوشوب ظهر عندي الباك جراوند دي، أو ظهر عندي الانترفيس دي. ده آخر حاجة أنا اشتغلتها. فأي حد فيكم لسه مسطب برنامج لأول مرة هيلاقي الدنيا فاضية معاه خالص، فهو يعني ما مش فاهم مشكلة يعني. نيجي بقى نيو اوبن. اوبن اللي انا هقطع فايل موجود عندي قبل كده. تمام. اولا كنت شغال مثلا في فايل وسيفته واكمل عليه مثلا بكرة او كده، فايه فهفتحه من اوبن نيو، وانا هفتح فايل جديد خالص. وهنا بقى نقف مع بعضنا كده وقفة، ونحاول نطلع، لازم نفهم نطلع فايل مظبوط عشان مش نتعب وتعبنا كله يروح على الفاضي. تمام. نبدأ بسم الله. اول حاجه عندي الريسنت. الريسنت دي اخر ورقه انا اشتغلتها، يعني هو مثلا شغال مثلا ورقه 50 في 70. تمام. في 50 في 70 دي انا شخص شغلت مشروع، والمشروع مسيف خلاص بره كل حاجه، بس انا الورقه نفسها مسيفه عندي. يعني ممكن مثلا 120 في 80، فورقه مسيفه. انا لما افتحها مش هيفتح لي مشروعي، هيفتح لي بس المقاس الورقه اللي انا كنت شغال عليها. تمام. نبدأ بقى أول حاجة. في عندي السيف، لو أنا مسيف أحجام ورقة معينة، في بعد الخط ده الستاندرد. يعني مثلا بريجي على البرنت ألاقي الـ A4 والـ A3 والـ B5 والـ C5 والحاجات دي كلها. الويب ألاقي مثلا إيه أبعاد مثلا بالبيكسلز، الحاجات دي كلها. تمام. نبدأ بقى. أول حاجة عندي البروجكت ديتيلز، يعني اسم المشروع مثلا، بنسميه مثلا لكشة واحد. بعد كده عندي عرض وارتفاع الورقة نفسها، مثلا 120 في 80. ما ينفعش يا جماعة اكتب الرقم قبل ما ايه، قبل ما اضبط الوحدة. لان ضبطت الوحدة دلوقتي الاقي ايه بقى الورقة معايا نفسها بقت 304 في 203. طبعا ده ما يصحش، فدايما لازم اضبط الوحدة الاول، بعد كده ابدا ايه اغير الرقم اللي انا عايزه 120 في 80. بعد كده عند الريزوليوشن، ونلاقي طبعا اللي هنا اللاند سكيب انا هخليه بالعرض وبالطول. لو عملت كده مثلا بالطول اعمل كرييت، هيظهر عندي بالطول. اظن الموضوع بسيط في الحاجات دي، بس حابب بس ان انا اشرح بسرعه، بس انا عايز ادي اكبر قدر ممكن من المعلومات في الفيديو الواحد. يعني الريزوليوشن، يعني ريزوليوشن يعني عدد البكسلز في الانش الواحد. يعني ايه برضو مثلا صوره الموناليزا المعضله دي؟ فوتوشوب بوظ كل حاجه. المهم نركز جدا كده، لو كبرنا شويه هنلاقي مربع صغير ده اسمه البكسل. فدي فالصوره عباره عن مجموعه من البكسلات. تمام. طيب الناس ملاحظه ان انا كل ما ازود البكسلز كل ما الصوره جودتها اعلى، وكل ما اقلل البكسلز كل ما الصوره جودتها تبقى اقل. خلاص انا في مشروعي هعمل ريزولوشن عالي. اقول لك لا، مشكله الريزولوشن العالي ان هو هيبقى تقيل قوي على الاجهزه، فلو جهازك مش هيستحمل، جهازك ممكن في قلب المشروع فاصل خالص الفوتوشوب، او جهاز يهنج خالص وما يشتغلش معاك. فلازم اكون عارف امكانيات جهازي وايه الريزوليوشن اللي اشتغل عليه. فلو احنا خدنا بالنا برضو ان كل ما ابعد الصوره عن عيني صوره جودتها كويسه، كل ما اقرب الصوره من عيني كل ما صوره جودتها بتاع او صوره بتبوظ مني. ف اي مشروع يا جماعه هيكون قريب قوي من عينيك، ومثلا بعمل فيزيت كارد لشخص معين او ليا انا، لازم الريزولوشن مثلا يبقى 300 فما فوق. ليه؟ لان الحاجه قريبه قوي من عيني، فاي مشكله او اي بكسله فيها هتظهر قدام عيني. صح.
اما لو هعمل بانر على عماره على شارع على دائري مثلا، فكده قلل الريزوليوشن لان اللي شايفها اصلا شايفها من بعيد جدا، فمش هيظهر معايا خالص الايه البكسله دي خالص. تمام، شايفين الصوره من بعيد جدا كويسه، اما لو قربنا تبدا ايه تبكسل مني. افهم يعني ايه ريزوليوشن؟ طب انا يا برضه اقول له خلاصه، انا كعمال يا جماعه ما بقلش ريزوليوشن بتاع ال 150، لان انا برضه عندي تفاصيل جوه المشروع بتاعي. اه انا شغال بسكيل كبير، اه بس انا برضه عندي تفاصيل، عندي فرش، عندي كل الحاجات دي كلها. فلو انا قللت الريزوليوشن هلاقي الحاجات دي كلها بكسلت، طبعا دي حاجه وحشه جدا. طبعا انا نفسي بحب اشياء جدا على 300، انا جاي يعني استحمل 300، فهو لازم اعرف اجهزته يعني. بس هو قلنا اقل حاجه 150. نيجي بقى على كلر مود، عايزين نفهم قوي يعني ايه كلر مود. في كلر مود انا اول حاجه عندي ثلاث حاجات انا كان عندي بشتغل عليهم، اللي هو الجري سكيل والار جي بي والسي ام واي كي. نيجي على الجري سكيل نفهم كده بسرعه. جري سكيل انا جبت براش تول هنا، نصغر شويه. لو مثلا خليت اللون ايه اللون الاحمر، شوف ايه اللي حصل بقى لون جري برضه. شايفين لو خليت مثلا لون اخضر، اوكي مثلا لون اي لون تاني، شايفين اظن مش فرق شوية الطبقات شوية. شايفين فناخد بالنا ان جري سكيل هيديني كل حاجة في درجات الجري. حتى لو انا جيت على صور مثلا زي دي دخلتها كده، شايفين بقى كلها برضو ايه جري سكيل. ففي واحد فيكم ممكن يبقى مبدع او يقدر ان هو يشتغل على جري سكيل ده ويطلع ويعمل درجات المشروع بتاعه كله جري سكيل، ممكن. بس طبعا ده عايز شويه ايه ابداعيه شويه، وزي ما قلنا الفوتوشوب سهل جدا، هو بس عايز مننا ان احنا يبقى عندنا ابداعيه نطلع بره الصندوق شويه. لو قلنا تاني خلينا نركز برضه على حاجه تانيه، يبقى فهمنا يعني ايه جري سكيل. نيجي بقى على حاجه اسمها ار جي بي والسي ام واي، ودول اهم حاجه احنا كمان مالناش شغالين عليهم. امتى اختار الار جي بي وامتى اختار السي ام واي كي؟ ار جي بي لو انا هعمل حاجه تتعرض على شاشه مش هتطبع، اما لو هتطبع يبقى لازم سي ام واي كي. تعالى نفهم مع بعض كده برضو ايه يعني ايه برضو جري سكيل، يعني ايه اقصد ار جي بي وسي ام واي كي. اوكي نيجي هنا كده، الار جي بي عباره عن ايه؟ عن ثلاث الوان، الريد الريد والجرين والبلو ار جي بي. فالشاشه نفسها يا جماعه اي لون بيتكون فيها عباره عن ميكس بين ثلاث كوبايات، اول كوبايه فيها لون احمر، وثاني كوبايه فيها لون اخضر، وثالث كوبايه فيها لون ايه ازرق. فانا لما اكب شويه من الاحمر على شويه من الاخضر على شويه من الازرق هيديني ايه؟ هيديني لون معين. فاما لو انا جيت على الطباعه، فالماجنتا او ممكن نقولها سي ام واي كي، السيان والماجنتا والواي اللي هو اليلو، ومجموعه الاثنين دي لون اسود في النص، تمام، اللي هو البلاك. فتخيل كده انت معاك اربع كوبايات على يمينك، واحد فيها ماجنتا، واحده فيها سيان، واحده فيها يلو، واحده فيها اسود او بلاك، وعلى على شمالي في عندي ثلاث كوبايات الريد والبلو والجرين. اكيد لما ادمج او اكيد لما ادمج يعني الار جي بي واطلع منها الوان، اكيد في الوان مش هتكون موجوده في سي واي كي، صح؟ انا عندي الوان مختلفه تماما، فلما ادمج دول مع بعض هلاقي في عندي الوان مش ظهرت معايا. نفس الكلام العكس، لما اخد برده بالسي ام واي كي هيديني برده الوان مش موجوده في الايه في الار جي بي. انا نفسي كنت بشتغل على المشروع بتاعي، كنت في الاول خالص اشتغلت بالار جي بي، وكان الباك جراوند لونها كحلي كده او درجه من الكحلي، لما جيت اطبع لقيت لون بنفسجي، وده هيظهر عندكم اخطاء في الطباعه. فعايزين نتلاشى الموضوع ده، فلازم لو انا هطبع يبقى بلخص كده في الاخر، لو انا هطبع لازم سي ام واي كي، لو انا حاجه ترد على شاشه مش هتطبع خالص يبقى ايه ار جي بي. تمام، مش هبقى ارغي في الموضوع ده، بحس ان ايه ان انا عايز اركز جدا على الشرح، نفهم بس اسطمبه معينه يعني كده فاهمين كده الحمد لله، اظن الناس كلها فهمت يعني ايه كلر مود. برضو هنحفظ برضو زي اسطمبه معانا كلنا نشتغل عليها بحيث ما يحصلش ايه اي اخطاء ان شاء الله. يبقى قلنا اول حاجه الوحده خليها 120 في 80، ممكن اخليه بورتريت. الريزوليوشن قلنا خليه انا بشتغل مع 300. الار جي بي ممكن مثلا اشتغل عليه ار جي بي او ايه
او سيومك ار جي بي مثلا، في عندنا البت، في عندنا 8 16 32، بيفهم برضه يعني ايه، يعني ايه بت. شايفين الصورة 1 بت. البيت يا جماعة يعني عدد الألوان أس كذا، يعني 1 بت يعني معناها 2 أس 1، يعني فيها لونين بس. تمام، شايفين هنا أساسا اللون الأسود واللون ليه؟ طبيعة اللون الجراي ده. طيب هنا الصورة يعني كانت 1 بت، 2 بت اللي هو 2 أس 2 يعني 4 ألوان. شايفين هنا ايه؟ اللون الأبيض ده تقريبا النقطة البيضة ديت، وعندي اللون الايه؟ الجراي ده، وعندي اللون الفاتح ده، واللون الجراي الغامق، واللون الأسود ده، 4 ألوان. تمام، هنا تلاقي صورة ايه؟ 4 بت، بقى بقيت 2 أس 4، يبقى إذا عندي ألوان معينة. 2 أس 8 ده عندي ألوان أكتر. 2 أس 24 ده عندي برضه ألوان ايه؟ ألوان أكتر. فعرفنا يعني ايه بت، يعني 2 أس كذا بت. دي مثلا الصورة الفرق بين 8 بت و 19 بت، لأن أنا كمان مش بشتغل خالص على 8 بت. 8 بت يا جماعة شوف بيحصل ايه؟ سحبة اللون بتاعتي بيبقى فيه في فرق كده، شوفوا أكتر في دي. شوفين الفرق بين 24 و 8 بت. لما اجي اعمل جريد او سحبه لون هيظهر معايا الديفولت ده وانا شغال على 8 بت. شايفين ان الالوان الموجوده عشان تدي سحبه اللون ما بين اللون الاحمر الغامق قوي ده واللون الاحمر اللي افتح منه شويه ده مش موجوده، فبقى عندي ايه؟ خط صافي كده. شايفين طبعا دي الديفولت صعبه جدا في المشروع في الشغل بتاعي. نيجي على 24، شايفين سحبه اللون، فلازم وانا شغال انا كمعماري اقل حاجه بشتغل عليها 16، تديني حوالي 65000 لون تقريبا. اما 32 تديني حوالي 5 مليون او مش عارف كام حاجه مليون لون، يعني طبعا فرق كبير قوي. بس المشكله كلها في ايه؟ في ال 32 هو مش في حاجات مش شغاله معايا. تمام، نبدا نشتغل من اول جديد تاني خالص. فلو عملت هنا 16 بت واشتغلت، شايفين 16 بت ده كله شغال معايا. شايفين الحاجات دي؟ هو adjustment layer. لو جيت هنا new خليتها 32 عملت كرييت، شايفين؟ في حاجات مش شغاله معايا، طبعا الحاجات دي مهمه جدا بالنسبه لي، فانا ما ينفعش اشغل على 32، فدايما انا هشغل عليه على 16، على 16 بت. تمام؟ عشان كل حاجه تشتغل معايا. كده عرفنا التايتل نيم او البروجكت ديتيلز اللي هو اسم المشروع، وهنا طلع عرض البانر، هنا ريزوليوشن انا مش هنعلى 150، هنا لو انا هطبع يبقى سي ام اكي، لو انا هعمل على احداث حاجه تبدا على الشاشه يبقى ار جي بي. هنا ان ايه هنا طبعا الباك جراوند مثلا لون اسود كرييت، شايفين طبعا ايه لون صعب جدا. نبدا بقى بسم الله. تعالوا اول حاجه على واجهه البرنامج نفسه او الانترفيس الخاصه بالفوتوشوب. اول حاجه عندي هنا المنيو بار اللي هو فيها كل حاجه انا عايزها. الفايل مثلا لا فيها ايه؟ في نيو اوبن وسيف وسيف از والحاجات دي. اديتنج برضه هلاقي فيها كل حاجه. في عندي اهم شرطين بقى بالنسبه لي، ده اسمه شريط الادوات في كل الادوات بتاعتي، وهنا شريط الخصائص. شايفين كل اداه لها ايه؟ لها خصائص مختلفه. يعني مثلا نيجي على الماجيك هلاقي براشو اللي هي شريط الخصائص ده كل شويه يتغير معايا من كل بكل اداه. تمام، في عندي هنا الشريط ده الخاص باللايرز والخاص بالايه بجسم اللاير والحاجات دي كلها. فالناس تركز جدا بقى، هنتعلم ان شاء الله النهارده اللايرز والموف تول. نيجي على اللايرز الاول. اول حاجه ازاي اعمل لاير جديد بالنيو لاير دي، الورقه اللي متطبقه دي اضغط كده انا عندي لير واحد مثلا برش تول اشتغلت عليها كده. شايفين كمان نيو لير تاني اشتغل كده، عشان لما اعمل موف اقدر اشتغل ايه ده حركه براحتي، لان يعني ده كل حاجه في لير. اما لو انا اشتغلت جيت على واقف على لير واحد ده وقيت الموف البرش تول اشتغلت عليها كده، فكده بقى ايه؟ الاثنين دول بقى في لير واحد، صح؟ فلما حركة ايه حركة الاثنين مع بعض. تمام، نيجي بعد كده على نيجي مثلا على حاجة زي كده، حاجة زي كده، حاجة زي كده، لون أحمر مثلا، لون أصفر. فين يا جماعة هنا ليه؟ هو R1
هو تحت خالص، اللي في النص هو الأصفر، والتالت واحد هو اللون الأحمر، ممكن نسميه على طول كده الريد يلو، هنا جرين. الريد هو أول واحد، فلو إجا فوق كل واحدة فيهم، شايفين إن هو اللير بتاعها فوقهم، اللير ده عبارة عن الطبقات، يعني أنا معاه مثلا كيكة، فلو مثلا فرضا إن الجي ده، هو ال هو السنارة اللي اشتغل عليها، والواي ده دي العجينة، والأرض الكريمة. فلو أنا السنارة ما تتحط تحت ال تحت الكريمة، يعني تحت ال تحت الكريمة ايه، السنارة تتحط بقى كده، احط فوقها العجينة، فرضا دي العجينة اللون، ممكن مثلا اظبط اللير شوية، خلي الأحمر تحت كده، خلي ده العجينة اللي أنا شغال عليها، خلي دي كده تحت خالص. يبقى ده كده ايه، يبقى الأصفر ده الصينية نفسها، حاطط فوقها العجينة ديت اللون الأحمر، شايف الهبل اللي أنا بعمله دلوقتي ده. خلي مثلا الأخضر ده هو الكريمة، فما أحط كده الكريمة دي، خليها فوق خالص كده، الكريمة دي بقت فوق ليه؟ فوق ليه؟ فوق العجينة نفسها. شايف عمر، شايف كريمة أكتر من العجينة، بس يعني إيه، الناس فاهمة الفكرة يعني. تمام، فدي ده، فلازم افهم اول انا شغال ترتيب الليرز، فاز انا عارف انا عايز اطلع ايه واخفي. يعني واحد مثلا عايز يعمل حاجه زي كده، يكتب مثلا هنا اي اسامي مثلا، او يكتب هنا اي حاجه. يعني في الاخر يا جماعه لازم نفهم ترتيب الليرز عشان اطلع ايمج معانا في دماغي، ولازم اعرف ايه المشكله وانا شغال. مثلا لقيت مثلا كل شويه الاقي الايه، الاقي مثلا الاخضر ده، انا عايز اخلي الاحمر ده فوق الاخضر، فكنت مش عارف اعمل ايه، اللي مش هيحصل اي حاجه. فلازم اعرف ان المشكله ان انا الاصفر الاحمر ده تحت الاخضر، فلازم اخلي الاحمر ده فوق الاخضر، تمام، عشان افهم ايه ترتيب اللايرز. نيجي بعد كده ازاي اعمل كوبي للايه، لللاير نفسها. اول حاجه ممكن اصغر ده شويه، اعمل الت، اضغط على الت الاول، بعد كده يظهر عندي السهمين دول، بعد كده ابدا ايه، كليك شمال واسحب تاني، الت كليك شمال واسحب، كليك شمال الت اسحب. بعد كده عندي كنترول جي اللي هو جاب كده، تاني كنترول جي. حاجه ثالثه، كليك يمين تبليكيت اللاير، تمام. حاجه رابعه، اسحب من هنا كده واقف احطها عليه على نيو لاير، شايفين كده مش شايف، مش خالص ازاي اطبع. يبقى تاني عندي الالت اسحب كده، بعد كده عندي كنترول جي، كان عندي هنا دوبليكيتد، بعد كده عندي لكن اسحبه مثلا وايه، انيو لير هنا، تمام كده مفيش اي مشكله خالص. واحنا شغالين. طب انا دلوقتي عايز احدد اللير دي كلها مع بعضيها، او مثلا هعمل ايه، هاجي مثلا على اعمل التانج الجديد، هعمل الت واعمل كوبي. دلوقتي يا جماعه بقى مش شايف عندنا ايه، ليرز كتيره جدا، عايز يعني انظم اللير بتاعتي بحيث مش يبقى عندي اللير دي كلها. في عندي اللي هو الار ده اللون الاحمر، فممكن اعمل ايه، كنترول واضغط كده، ممكن الاقي هنا تحت هنا كده، لان ده قطع الكنترول، مش هسيب كنترول خالص، ممكن طبعا اسيبها، بس ايه لما اجي اضغط، لما ما ينفعش اضغط كده دلوقتي وانا مش هاخد كنترول، لان ده كله راح. لو هضغط كده هبقى على كنترول واضغط، ممكن اسيبه عادي. عايز اضغط كمان حاجه لو تبقى ضمن الحاجه حددها معاهم، يعني كنترول تاني، كنترول كنترول، او كنترول مره واحده بس كده كده وكده، اوكي تمام جدا. طيب ازاي اعمل الجروب، ممكن اسحبهم من هنا كده احطهم ايه، شايفين، اسيبهم على الجروب ده كده، شايفين كده بقت جروب. طب في واحد هنا كده، طب في واحد انا نسيت اخده معايا بره، هنا لقيته بره، عايز ادخله جروب ازاي، اسحبه كده واسيبه ايه جوه الجروب هنا كده، تمام. طب انا دلوقتي عايز مش عاجبني كده، وعايز اعمل مثلا حاجه معينه تانية،
اوكي. عايز اعمل طريقة تانية للجروب، ممكن احددهم كلهم كده تاني. لو قلنا في طريقة اولى كنترول واحدد واحدة واحدة، او اول واحدة او اخر واحدة، او اعمل شيفت واضغط تاني، اقف على اول واحدة واعمل اضغط شيفت واجي على اخر واحدة واضغط ايه عليهم كده. تمام، ممكن اضغط كده على طول الجروب هنا كده بدل ما اسحب وانزل لتحت. في عندي حل تاني، ممكن اعمل كليك يمين واعمل ايه جروب فروم لاير، مثلا نسميه جرين. تمام، ممكن طبعا اقلل الاوباسيتي بتاعت اللاير، شايفين الاوباسيتي اللي اقللها شايفين. في طبعا فيل برضو اقلله، بس طبعا نفهم الفرق بين اوباستي وفيل، بس خلينا متفقين كده عشان اقلل الاوباستي بقلل من الاوباستي، سيبكم من الفيل دلوقتي. تمام، ده كده كل حاجه في طبعا ازاي امسح طبعا اي حاجه، ممكن اقف عليها كده واعمل ديليت يس، او اسحبها كده واقف على ديليت كده، ممكن اعمل كنترول جي كنترول جي. في حل ثالث، اقف طبعا عليها واعمل ديليت على طول. تمام، بعد كده عايزين نتعلم الموف تول. الموف تول بسيطة جدا، أو واقف عليها كده ببدأ ايه أخد الحاجة وأحركها. طيب في عندنا حاجة اسمها اوتو سيليكشن، أنا بضغط عليها فأي حاجة بضغط عليها بتتحرك معايا شايفين. طيب أنا لغيت الاوتو سيليكشن ده، أنا أضغط على هنا، أنا واقف على ايه على ريكتانجل 1 ريكتانجل 1 كوبي 4، فانا لو وقفت على ده كده فانا مهما وقفت عليه حاجه تانية هو بيحرق بيمسك بس السليكشن المعمول عليه سليكشن في اللاير نفسها مش في اللي انا ضغطت عليه. طب عايز اتحكم في ده، احنا اعمل كليك يمين ظهر عندنا ايه اسم الجروب نفسه، مش الجروب نفسه اسمه جرين، عشان ممكن اعمل كده اعمل اضغط كده واحرك ايه الجروب كله مع بعضه، او اسم ده اسمه ريكتانجل واحد هو اللي تحته ده شايفين. فقلنا اوتو سيليكشن وفرق بين اوتو سيليكشن والايه والعين، لو ضغطت عليها خدت كده اوتو سيليكشن فكده يبدا يتحكم معايا ايه معايا عادي. الناس البروفيشنال دايما بيشيلوا خالص الايه اوتو سيليكشن، بحس ان عندهم تفاصيل كتير قوي في الشغل بتاعهم، فمش بيبقى كويس قوي ان انا كل شويه اضغط ويتحرك معايا يعني. تمام، ف ممكن نشغلها دلوقتي عشان الناس تفهم بس الفرق بين الاثنين. يبقى لو لغيتها برضه عشان انا عايز الحته المهمه جدا واحنا شغالين ازاي برضه بمسكه تاني، هنا كليك يمين وزي عندي اسم الجروب، بعد كده ريكتانجل واحد، في ده عندي باك جراوند وايزوليت لاير. ايه ده كله يا جماعه؟ انا وقفت مثلا هنا كده ده عندي باك جراوند وايزوليت بس ليه؟ هو اي نقطه بقف عليها اللي عامل كليك يمين عليها بيقول لي كل حاجه ورا النقطه دي، يعني انا عندي دي باك جراوند لون ابيض دي صح، وعندي وراها انا لغيت الباك جراوند دي اصلا خفيتها خالص طبعا اللي عندي بتخفي اللاير ده، الايزوليت اللي ورا شفاف. فبدي كده لما اضغط هنا كده فقال لي ماشي انت واقف دلوقتي على اللون الاخضر ده، ففي جروب للون الاخضر اللون الاخضر ده. تمام، بعد كده في ده الاخضر المربع المستطيل نفسه ده اسمه ايه ريكتانجل واحد، في ورا الريكتانجل ده باك جراوند، في ورا الباك جراوند ده ايزوليت. فدي بقى الميزه فيه بقى اللي انا لغيت الاوتو سيليكشن ده. فرضا انا عندي هنا كنترول سي عشان اتحكم في الحاجات هنا كده، مثلا خلي ده تحته، فده كده مثلا انا عندي اللاير ده ممكن اغير مثلا اللون بتاعه مثلا الاحمر. انا فعلا عندي تفاصيل كتير او حاجه بتخفي حاجه وكده، فطبعا لو انا عملت بالاوتو سيليكشن كده وضغطت كده فمش هينفع معايا خالص هنا كده. تمام، انا عايز امسك اللاير الموجود هنا ده تحت ده، فاخد مثلا اقلل اوباست مثلا، همسكه ازاي؟ عمري ما همسكه وانا شغال بالايه بالاوتو سيلكشن الا لو انا ضغطت هنا كده، حتى لو انا ضغطت على عليه من لير من هنا كده وجيت امسكه مش همسكه برضه من ضغط اوتو سيلكشن. حابب ان انا احط على جنب كده وبعد كده ابدا ايه احرك ده وبعد كده ارجع تاني، طبعا دي شغل مش ينفع خالص. هلغي اوتو سيلكشن ده خالص واعمل كليك يمين وعندي ريكتانجل واحد، عندي ريكتانجل 1 كوبي 4 شايفين؟ اظن السين دلوقتي يعني ايه فرق بين السليكشن والعادي. اوكي، نيجي بقى الحقيقة على شو ترانسفورم شايفين؟ عشان ابدا اتحكم ايه في طول وعرض الحاجه نفسها. طبعا ضغط شيفت هتحكم بايه بطول وعرض مظبوط،
عشان مش هبوظ الصورة، او لو شيفت والت شايفين بيتحركوا ايه اكبر في نفس الايه المكان اللي بتاعه. طبعا انا لقيت هنا كده حركتها هنا كده، لو اكبر شايفين بكبر ازاي. طب انا عايز اعمل له روتيشن، بقف هنا كده على الجنب هنا كده عند الايه القوس ده اللي هو فيه سهمين على الجناب، ببدا ايه احرك، شايفين بيتحرك عليه عند على النقطة. لو لقيت النقطة دي هنا كده حركتها هنا كده كده اتحرك، شايفين بس ده كده. كنت عايز اقوله في في بقى حاجة مهمة برضو هنا Alt وهنا اتحكم في كده، ده كده اتحكم في كده. تمام كده يا جماعة، سيعيش للحاجات دي كلها اغلى جرين خالص. وانا ازاي نعمل سيليكشن؟ اما اعمل كنترول بضغط كده، او اول واحدة واخر واحدة اعمل ايه شيفت. شايفين عندي قائمتين على ظهر عندك جنب، لو انا ضغط على اللير واحد بس منهم القائمتين دول اختفوا. اول ما اضغط عليهم كلهم او مثلا على ثلاثة او على اثنين، الاثنين بيظهر عندي الشكل ده، بس لو عملت اربعة او اكثر من اثنين بيظهر عندي القائمتين دول. بالبديهي كده ان ده كده بيقول لي هيظبط اللير كل اللايرز دي كلها عليه على خط واحد من فوق، شايفين؟ طب هنا من السنتر، طب هنا من تحت، طيب هنا مثلا هنا كده هنا كده وده كده. انا مثلا مارس سيليكشن كلهم برضو ده كده شايفين، ده كده من السنتر وده ايه من جنب. نيجي بقى على القائمة اللي جنبهم، مش هختلف كتير يعني، وكل حاجة ليه لها شغلها. هعمل بس السليكشن بتاعهم كلهم برضو، خليهم مثلا كلهم على خط واحد من فوق السنتر مثلا، وابدأ المسافة بينهم خليهم مظبوطة، شايفين؟ خليهم مسافة مثلا من السنتر. أنظف فكرة واضحة جدا ومش مساعد إن أنا أطول فيها كتير، الناس تجرب في ايه في الحاجات دي. كده خدنا النيو لاير او اللايرز نفسها، وخدنا ايه الموف تول. اتمنى الشرح يكون عجبكم، وان شاء الله نبدا نركز جدا في الجايه. بس انا بقالي ساعتين او ثلاث ساعات بشرح، بس كل مره الغي الفيديو تاني، فان شاء الله كل المره دي يظبط والشرح يكون واضح باذن الله. شكرا.